مكان أصحابي عاملين إيه؟ النهاردة هنتعرف على أدوات إيه؟ أدوات المطبخ، وهنطلع من الكور الفوم دي كل شوية حاجة من أدوات المطبخ ونعرف إيه؟ اسمها إيه؟ يلا يا سيدة واحدة واحدة نطلعي وريني إيه؟ الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده يا سيل؟ ده جاز، ده بوتجاز. ده اهم حاجة في ادوات المطبخ هي البوتجاز. يا ترى في ايه تاني من ادوات المطبخ يا سيلة؟ لا دي طاسة، دي طاسة طالع فيها بيلي. حلوة قوي، اكل بقى. ايوة بنسوي فيها الطعام. شوفي ايه تاني؟ حاجة الغطا بتاع الطاسة هنا، هنحطه هنا عشان محدش يشوف الاكل. هنخبي الاكل. يلا شوفي ايه تاني. ايه ده؟ اتنين. طلعي واحده يلا منهم. دي ايه؟ معلقه بنقلب بيها الايه؟ الاكل. بنقلب بيها الاكل. حلوه قوي، صح. يلا حطيها هناك جنبهم. يلا شوفي ايه تاني. سمكه. بس اطلع ايوه صح. يلا في ايه تاني؟ هلا طالع فيها البلي. الحياه يا سيلا، مش مشكله. يلا كملي. عادي. حلو. الحله لونها ايه؟ لونها بيلي. بنعمل فيها ايه؟ بنسوي الطعام. وايه ده؟ دي كمان دي بتاع الصوصور، بتاع فراده. بتفرد الصوصور. بتفرد العجينه. شوفها ابدا. بنفرد العجينه عشان ايه؟ تبقى حلوه جدا. كمان بتستخدمها في طين الصلصال لما نيجي نلعب بيه. شاطره يا سيلا. ايه ده؟ يلا شوفي تاني. ايه تاني؟ ده ايه ده يا سيلا؟ ايه اللي جوه ده؟ يلا طلعي على طول. يلا ايه ده؟ ده الدولاب بتاع المطبخ. حلو قوي، وريه لاصحابنا. كل ده بليه. هنطلع البليه اللي فيه. مش مشكله. ايه ده؟ ماشي يلا وريه لاصحابنا عشان نحطه هناك. حلو قوي الدولاب بتاع المطبخ. يلا حطيه هناك مع حاجات تانيين. تمام يلا. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ فنجان. فنجان الشاي. ده فيه الطلاب. بنحط فيه في الشاي. فيه. يلا شوفي ايه تاني جميلة. ايه ده؟ الله، دي مغرفة. دي ايه يا سيلة؟ مغرفة اللي بنغرف بيها الشوربة بقى والاكل بتاعنا من الحلة. ايوه بنغرف بيها الايه؟ الاكل كده. شيل الاكل. بنشيل الاكل بيها. معلقه بقى كده، مغرفه ومعلقه. يلا نشوف ايه تاني. الله، ايه ده؟ ايه ده يا سيل؟ ده الشيف اللي بيقدم الايه؟ الاكل، اللي بيعمل الاكل في المطبخ. الشيف. الله حلو جدا. لابس طاقيه على راسه عشان ايه؟ شعره يبقى ما ينزلش في الاكل. حلو قوي. يلا ايه ده؟ دي بليه ما بين رجله. يلا حطي تاني. يلا ايه تاني ده يا زين؟ دي ترابيزه بتاعت الطعام. كفته واكل. ايوه الترابيزه بتاعت ايه؟ فيها التورته. بتحط عليها التورته وبتحط عليها الاكل. ايوه فيها طعام، فيها كوبايات. ده الطبق وشوكه، معلقه. دي بقى الترابيزه اللي بنحط عليها الطعام اللي بتحط في المطبخ. يلا حطيها هناك وشوفي غيرها. ايه تاني؟ دور. يا ترى ايه تاني الموجود في البلي ده؟ ايه ده؟ تلاجة.
التلاجة مهمة جدا يا أصحابي عشان تحفظ لنا الطعام، حاجة أساسية جدا، عليها سورة، عليها بصل، أيوة، وعليها فواكه وخضار وجزر. حلو قوي التلاجة. وطماطم التلاجة بنحط فيها الخضار عشان ما يبص، جزر، حلوة، بصل. يلا حطيها هناك يا جميلة. يلا شوفي تاني ايه اللي في البلي من ادوات المطبخ. يلا يلا دور دور دور. غطى الحلة، احنا لقينا الحلة، ناقص الغطى بتاعها. يلا غطي الحلة بسرعة عشان ايه ما يقعش حاجة في الاكل. الغطى مهم جدا يا اصحابي. يلا تاني نشوف ايه. فنجال تاني. شيء حاجة حلوة. فنجال جميل يا اصحابي. كده وحط حاجة فيها. ايوه. فيها. ايوه. بلية. تمام صح. يلا حطها هناك مع اللي جنب التانيين. يلا دور دور شوف ايه تاني من ادوات المطبخ. يا ترى هنلاقي ايه المرة دي. سكينة. سكينة مهمة جدا، بنقطع بيها الطعام يا اصحابي. قطع صلصال مال. ونقطع بيها اتين الصلصال. ايوة. مال اتا بتقطعي بيها العجينة. فنجان تاني. الله الله الله، ايه ده الفنجان الكتير دي. فيها شاي. فيها شاي. الفناجيل اللي بنحط فيها ايه. يلا يلا حطيها، مش مشكلة. ايه ده احنا كده معانا كام فنجان يا سيلة؟ تلاتة. واحد اتنين تلاتة. عادي عادي. يلا عادي. يلا شوفي تاني ايه بقى. تاني فناجيل ايه تاني. يلا يلا يا ترى ايه. يا ترى ايه ده ده. لا 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 دي ايه ده يا سيلة. دي تلاجة كمان. بقى معانا اتنين. اتنين تلاجة. واحدة بيضة واحدة بينك. وهاتي البينك كده عشان يبقى معانا واحدة بيضة وواحدة بينك. واحدة بيضة وواحدة بينك. اتنين حلوين جدا يا اصحابي. واو. ايوه عشان لو واحده باظت يبقى عندنا واحده تانية. صح؟ صح. يلا حطيها هناك عشان نشوف ايه تاني من ادوات المطبخ. راس هديه راس هديه. ماشي يلا. وقع كله. يقع مش مشكله. شوفي في ايه تاني. ايه ده؟ ابريق الشاي. ده ايه؟ ابريق الشاي اللي بنفضي بنته الشاي. حلو قوي. انا ابريق الشاي. ايدي كده ودي كده اصب الشاي ارجع كده. حلو قوي يا اصحابي. شوفوا شكله جميل. صح يا سيلة. بنصب الشاي منه. يلا حطيه هناك بقى يا سيلة. بيعمل تش كده. هي كل حاجة عندي بتمتيش كده يا سيلة. يلا ليه جسد تاني. دور تاني نشوف يا ترى في ايه من العاب الاسطر لعبة المطبخ. بصي. ماشي يلا دوري على تاني لعبة جديدة من العاب المطبخ. ايه ده لالا. سمكة تاني. الله 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 الله. حلوة. يلا شوفي معايا. شوفي تاني في تاني حاجة ولا كده خلاص. في تاني. في 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 ايه. كوباية. شفشق بتاع العصير. نحط فيه عصير. حلو قوي. يلا نشوف تاني معانا ايه يا اصحابي. واو ترابيزة تاني بتاعت الطعام. حلوة جدا يا اصحابي. فيها الكوكو. ايوة بنحط عليها الكوكو. برافو يا سيلة. شوكة وسكينة وطبق. طبق وشوكة. شوكة. سكينة. وشوكة. أيوة. ده طبق. طبق كمان. حلوة جدا يا سيلة. ده السكينة قطع تك تك تك. أيوة. ده شوكة لقط حنة النمر. أيوة
ايوه برافو يا سيلا. يلا بقى ماشي يا سيلا، يلا نشوف ايه كمان تاني من ادوات المطبخ. سكينة تاني، احنا بقى عندنا اتنين سكينة كمان. ماشي نشوف ايه تاني من ادوات المطبخ. واو دي ايه دي؟ شوكة. شوكة اللي بناكل بيها ايه؟ الطعام. الطعام حلوة جدا كده. هم كده بنقول هم 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 بيها. شفت عليها اول ده في البلية هنا. ماشي الكيش بيها ايه مش عارفه تطلع ايه يا بلية يا شقية انت طلعت. يلا نشوف كمان معانا ايه يا اصحابي. لا لا في بس دوري شوكة كمان. ايوه شوكة حلوة جدا. تاني ايه اللي فضل؟ ادوات المطبخ. طبق. طبق حلو. ايوه طبق جميل. ايوه بق الفناجيل بتاعة الشاي. لا هي لا هي مش دي. لا هي دي فيها حط اكل فيها. لا هي يا سيلا. يلا يلا نشوف تاني في ايه. في حاجة تاني؟ دوري كده يا سيلا كده. دور 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 دور. ها لقيتي ايه يا سيلا؟ كوباية الصغنونة. ورينا شكلهم ايه. وري الاصحاب. اتنين 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 تلاتة سبعة تمانية هو واحد اتنين بس عشرة ايه. حلوين جدا. بحبلي هي برضو طالعين بالبلي اللي فيه مش مشكلة. دول كوبايات العصير. عصير بصي احنا كده بقى طلعنا قد ايه. بصي بقى كتير قوي حاجات الادوات المطبخ كتيرة وجميلة. لقيت ايه تاني؟ سكينة تاني. الله وكده 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 وكده. تمام حلو قوي. يلا حطيها هناك بقى. يلا احنا كده خلصنا ادوات المطبخ يا اصحابي. نشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد قريب جدا. باي باي يا اصحابي.